شرفت زين دايموند انها اليوم تكون موجوده بافضل مكان لمعرض مجوهرات الشارقه اللي يعتبر الافضل في الريجن. زين دايموند كليدر في مجال المجوهرات تميزنا انه احنا نكون مصممين لبضاعتنا ومصنعين لها وتنباع فقط في محلاتنا. بهاي الحاله احنا قدرنا نسيطر بشكل ممتاز على الجوده المطلوبه وعلى الديزاينات الحصريه وعلى السعر المميز. تميزت زين دايموند، تخصصت في الألماس فقط لحتى تبرز جمالية القطع الموجودة عندها. في عندنا التنس، موديلات التنس، تنس نيكلسز وتنس بريسلتس، وحديثا الآن نزلنا موضوع البرايدل، قطع الأعراس، موديلات راقية جدا بأسعار فخمة جدا، وأنا متأكد راح تنول إعجابكم.